وفقاً لتقارير شركة علي بابا، ارتفعت قيمة المبيعات في 2009 لقرابة النصف مليار دولار في مقابل 300 مليون دولار في العام السابق. ما زاد رغبة الشركة في التوسع خارج الحدود، فأطلقت في ربيع 2010 منصتها الدولية علي إكسبرس، والتي كانت بمثابة منجم للذهب. خلال عام 2010 حققت مجموعة علي بابا عائدات ضخمة بلغت 845 مليون دولار، بزيادة قدرها 43% عن عام 2009. وكان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا النمو الكبير في الإيرادات هو الازدياد السريع لقاعدة مستخدم المجموعة في الأسواق الدولية والصينية، والذي تجاوز سقف المليون مشترك. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهيه سفن العملاق الصيني، فوفقاً لمصادر إعلامية حمت حول علي بابا اتهامات بالنصب وبيع منتجات رديئة الصنع، وظهر ذلك في آلاف التعليقات السلبية التي كتبها الزبائن على منصات المجموعة الصينية. أمين رغيب، مستثمر مغربي وصاحب شركة للتجارة الإلكترونية، له تجربة واسعة في التعامل مع الجانب الصيني. الصين تقدم لك طبق فيه جودات مختلفة. أنا كبائع أنا ما أقرر يعني نوع الجودة التي سأبيعها، وبالتالي هنا نتحدث، هناك بعض الباعة يبيعون منتجات بدون جودة. هذه المسألة راجعها بالأساس إلى تكلفة إنتاج هذه المنتجات. طبيعة الحال تكلفة رخيصة، اليد العاملة الصينية هي يد عاملة رخيصة، وبالتالي فكل هذا ينعكس بالإيجاب على ثمن المنتوج، بحيث أنه يكون ثمن يعني جد منخفض، مما يشجع الناس على الشراء. إضافة إلى رداءة بعض المنتجات المباعة، تقدمت العديد من الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية بشكاوى ضد منصات علي بابا. صنفت منصة تاوباو كسوق سيء السمعة منذ عام 2016 استجابة لعدد كبير من الشكاوى المتعلقة بسلع مقلدة يتم بيعها علنا على المنصة. قامت علي بابا بخطوات لتحسين أدوات مكافحة التزييف عبر منصاتها، ورغم ذلك أفاد أصحاب حقوق الملكية الفكرية أن هذه الإجراءات لم تؤدي إلى انخفاض الحجم الكبير للمنتجات المقلدة على منصة تاوباو. راسلنا مجموعة علي بابا ووزارة التجارة الصينية للتعليق على هذه الاتهامات، لكن دون رد. فاتجهنا بالأسئلة إلى إنار تنجين، الخبير الاقتصادي المقيم في بكين. تحركت الحكومة الصينية بسرعة للقضاء على المنتجات المقلدة، وفرضت غرامة على مجموعة علي بابا لأنها باعت الكثير من هذه المنتجات. تصادر الحكومة بانتظام البضائع المزيفة المعروضة للبيع، ولكن ستبقى المشكلة، فدائما هناك أشخاص يحاولون جني أرباح سريعة باستخدام الملكية الفكرية للآخرين، ما يتطلب جهدا مستمرا للقضاء على هذه الظاهرة.